بداية نرحب بكم جميعا في النقابة العامة لاتحاد مكتبة مصر ومع الزخم والندوات المستمرة نشكر طبعا الدكتور نسير على هذه الندوة العاشرة للعلاقات العربية. والحقيقة انه قوة هذه الندوة ليست بالحضور الرسمي ولكن بالحضور الحقيقي للمقدمين لهذه العلاقات وهي علاقات قوية ومتقدمة. وهذا ما نسعى إليه. نعم الحقيقة أنا حضرت العشر ندوات السابقة وهي ندوات الحقيقة مميزة ونحن نتكلمنا عن لبنان وعن سوريا وعن فلسطين وعن السودان وعن هذه البلاد كلاما يستحقهم هذه البلاد. في المغرب استاذنا الاستاذ صالح اشرف الدين انا عضوا في لجنه العلاقات العربيه الحقيقه لانه لم يتركنا في ندوه من الندوات فبارك الله فيك. الحقيقه ان المغرب حاضره في الادب ونحن عندما نعلم ابنائنا المبدعين نستشهد بقصه قصيره جدا مغربيه فازت في مسابقة عالمية تقول ليخبر عن الذئب عوض فقط. هذه القصة فازت لأنها تجعل المتلقي هو الذي يؤلف لنفسه زمانا ومكانا وأشخاصا وعودة محلا لا تفرض عنه شيء زي كما قال هيمنغوي حذاء طفل جديد للبيع فقط وقال انها احسن من اي روايه. نحن بالنسبه للاندلس اثارت ذهننا الدكتور المسيح عبد العظيم والاستاذه المكرمه حفظنا في عهد ملوك الطوائف القوه المقاومه التي كان يقاومها المسلمون وكان الشاعر الكبير ابو اسحاق الانديلي عندما صعد وايقظ قوم صنهاجة وكان يقول الا كل صنهاجة اجمعين بطور الندى واسم العريس قد زل وصاحبكم مزلة اقر بها اعين الشامتين تخير كاتبه كافرا ولو شاء كان من المسلمين فعز اليهود به وانتخب وتابوا وكانوا من الارذلين فكم مسلم فاضل قانت لارذل قرد من المشركين. قام صنهاجة وذبح الوزراء وذبح 5000 واحد منهم لأنهم صاروا فسادا في الأرض وأحدثوا مآسي كثيرة. والحقيقة أنه المغرب فيها شيء ومصر شيء متفقين فيه جدا. جمال البريطاني ونحن نتحدث عن الأدب المغربي والقوة المغربية جمال البريطاني كصحفي كبير وروائي كبير وأحد تلامذة نجيب محفوظ عندما صعد جبال المغرب وهناك في الصوامع بعض الناس الموجودين في الخلوة يعني يجلس يتعبد فقط ففوجئ جمال البريطاني بأن هذا الرجل في الخلوة التي ذهب إليه ليسأله ويعرف منه أشياء يقول له ادعو لنا فقال له كيف أنا جئتك من مصر تدعو لي قال له أنت من المنكسر قلوبهم ودعاؤهم مستجاب. هذه الثقافة الرائعة هي على فكرة الكلام ده موجود في السيرة الذاتية لجمال البريطاني في رواية شهيرة له اسمها الرمل أو الاسم لأنه عندما أنطق كلمة المغرب تحضرني هذه الأشياء كلها فالاسم عبقرية زي عندما أقول القاهرة عندما أقول مصر عندما أقول المغرب عندما أقول الرباط عندما أقول الأندلس عندما أقول غرناطة. الحقيقة لا أطيل عليكم لكني أريد أن أقول أنه المغرب ومصر دولتان كبيرتان مهمتان والصراعات العالمية صراعات قوية جدا لكننا صامدون وسنصمد والأمل كبير جدا في الشباب الحقيقي الموجود لدينا رغم كثرة الحديث على أنه شباب لا يفهم شيء ولا يعقل لا هناك من الشباب علماء ومهندسين ومعلمين هناك من إذا أشار إلى الماء
جبروت لأن معه جنود من السماء. يسعدني أن أقدم لكم وأنا شاعر في البداية قصيدة بعنوان أنا إنسان، لتكون الإنسانية هي المرجع الأساسي، وأسوأ ما يحدثه فينا الشيطان هو أن نتكبر. أنا أقولها لكل من يتكبر على الناس لأن يحب أن تجمعنا دائما الإنسانية. ففي قصيدة اسمها أنا إنسان أقول فيها أنا الإنسان هل تدري، أنا الإنسان هل تدري أروم الحق لي قدري، أنا المخلوق من طين ونور الله في سري، يكرمني ويهديني ويحفظني من الشر ويبدعني يصورني ويدري النبض في الصدر، يسخر لي عوالمه وأنعاما بلا حصر. أنا بشر أنا حر أجول بساحة العمر، وعدل الله يحدوني يحلق في الفضا صقري ويحزنني ويبكيني ظلام القلب والقهر، أخي في الظهر يطعمني بنصر الجوع والغدر، وتدميني جرائره فتدميني من القبر، ومال الله يطغيه يبدده، وكالغر إذا يعلو به قدر يصول بحضرة الكبر، إذا يعلو به قدر يصول بحضرة الكبر، ويجعل نفسه ربا ويشقي الخلق بالمكر، بأنف في السماء يزهو، بأنف في السماء يزهو ولا يبدي سوى الفخر، فكل الناس أتباع وحده مالك الأمر، وأصرخ فيه محتدا ويمسك بالمنى صبري. أنت النجم العلونة ونحن أرانب الجحر، أنت الشمس ساطعة ونحن رياهم البحر، أنت الحر تملكنا ونحن نسير بالجبر، أنحن عبيد إحسان تقدمه وفي السر، أنت جميل دنيانا ورب الروعة السحر، أنت الله خالقنا ورب النار والحشر. ألا فاسمع، ألا فاسمع لسائرتي هدير السر والجهل، كلانا عبد إحسان لرب الناس والدهر، كلانا يعبد الباري كوخ الأرض والقصر، وتفنينا ليالينا نور العمر والعصر، ونلقى الله أفرادا، ونلقى الله أفرادا وقيد الذل في النحر، تفك القيد نبنات لوجه الله كم تسري بلا كدر بلا تيه، نفوز بزهرة الأجر برحمة ربنا الهادي، نعانق جنة العمر. أنا أهواك إنسانا، أنا أهواك إنسانا ترافق موجة النهر، أنا أهواك إنسانا ترافق موجة النهر، وفي العلياء تنزيلا كعاد الشهب والقدر، تضيء جوانحي حبا، تضيء جوانحي حبا وتسقيني من البر، وأسكن فيك بستانا يداوي عبدة القهر. أحبك يا ذرى أملي ظلال السعد والخير، فعانق طيفي الساري، تقبل من يدي مهري، لتهواني بلا قيد فمجد الله للحر، لتهواني بلا قيد فمجد الله للحر. أشكركم وأرجوكم.